الموضوع الثالث superposition of two wavy trains of the same frequency، تراكب سلسلتين من الموجات لهما نفس التردد ولكن هنالك فرق في الطور بينهما، اكو تردد متساوي ولكن بين الموجة الاولى وبين الموجة الثانية اكو فرق بالطور. خلينا نشوف شلون نحسبهم. We can conclude directly، يمكن ان نستنتج بشكل مباشر، that the result of superimposing two trains، أن نتيجة تراكب سلسلتين of sine waves من الموجات الجيبية of the same frequency بنفس التردد and traveling along the same line وينتقلان بنفس الخط is to produce another sine wave، أيضا سينتج موجة جيبية جديدة of that frequency بنفس التردد but having a new amplitude ولكن لهما سعة جديدة مثل ما عرفنا بالمواضيع السابقة which is determined for given values of A1 and A2 لتحدد بمقدار سعة الموجة الأولى وسعة الموجة الثانية وإذا كانت عندي موجة ثالثة راح يصير A3 وA4 إلى آخره and by phase difference delta between them أو between the motions بين الموجتين أو بين الحركات to any particle by the two waves لأي جسيم بواسطة هاتين الموجتين. فاللي راح يطلع عندنا هو هذا فرق الطور راح نضيفه بالحسابات. نفس التردد ولكن اكو فرق في الطور. As an example, let us find the resultant wave. لنجد الموجة الناتجة produced by two waves الناتجة من موجتين of equal frequency. لهما نفس التردد and amplitude والسعة. Traveling in the same direction وينتقلان بنفس الاتجاه حتى يصير تراكب طبعا اللي هو نفترض الاتجاه الموجب but with a one distance ولكن مع فرق مسافة اللي هي مقدارها دلتا ahead of the other متقدمة على الأخرى يعني نفترض أنه وحدة من الموجات سابقة الموجة الثانية بمسافة مقدارها دلتا مسافة مقدارها دلتا زين The equations of the two waves will be سوف تكون Y1 يساوي A في sin omega t ناقصا kx هذه الموجة الأولى موجة جيبية الموجة الثانية Y2 يساوي A sin omega t ناقصا k ولكن أكو فرق بالمسافة أو متقدمة عليها x زائدا دلتا هذه المسافة اللي سابقة بها الموجة الأولى By the principle of superposition بواسطة مبدأ التراكب the resultant displacement الإزاحة الناتجة is the summation of the separates one هي حاصل جمع السعات أو الإزاحات المنفردة لذلك y يساوي y1 زائدا y2 ويساوي a sin omega t ناقصا kx اللي هي الموجة الأولى زائدا sin omega t ناقصا kx زائدا دلتا اللي هي الموجة الثانية اوكي نلاحظ ان السعة اعتبرناها متساوية لكلا الموجتين ولكن عندي هذه الموجة تسبق الموجة الثانية بمسافة مقدارها دلتا applying the trigonometric formula باستخدام بعض المتطابقات المثلثية على معادلة رقم 13 حاصل جمع sin A زائدا sin B يساوي 2 sin نصف A زائدا B cosine نصف A ناقصا B وبالتالي y بتطبيق هذه المتطابقة على معادلة رقم 13 راح نوجد انه y راح يساوي لنا 2 a كوساين k دلتا على 2 في ساين اوميجا t ناقصا k في x زائدا دلتا على 2 يعني تطبيق مباشر لهذه المتطابقة تطلع عندك المعادلة 15 اتمنى انتم يعني تحلوها بيديكم يعني بسيطة جدا هي فهذه هي الإزاحة النهائية للموجة الناتجة من تراكب موجتين هنالك فرق في المسافة بينهما. اوكي؟ فهذه هي الموجة اللي عندك إذا تلاحظ الشكل. هذه موجة الأولى مثلا. وهذه تجيها وراها الموجة الثانية. فأكو فرق بيناتهم بين هذه البيك وبين هذه البيك أكو فرق بالمسافة مقدارها دلتا. السعة الناتجة النهائية هذه هي اللي هي بولد راح تصير عندك بالخط. السميك جدا الأسود أوكي
Superposition هذا الشكل يمثل تراكب موجتين أو سلسلتين من الموجات، الأولى almost in phase هما بنفس الطور، والثاني almost 180 degree out of phase. هنا أكو فرق بالطور مقداره 180 درجة، يعني هنا عندك بيك للموجة الأولى فرضا، هنا صار عندك قعر، هنا أكو قمة وهنا أكو قعر، ف 180 درجة فرق بيناتهم، فتشوف حتى الإزاحة النهائية الناتجة هي معدل بيناتهم. هذه هي المسافة الفاصلة بين الاثنين، ولكن هنا أكو فرق في الطور 180 درجة، وهنا كان تقريبا ماكو فرق بالطور. This corresponds to a new wave. هذا يعود إلى الموجة الجديدة of the same frequency بنفس التردد but with amplitude ولكن بسعة هي 2a في cosine k دلتا على 2، ويساوي لك 2a cosine by على لمدا في دلتا أو by دلتا على لمدا، يعني عوضنا بدل k اللي هو الويف نمبر اللي هو قيمة تساوي باي على لمدا، دخل عندك الطول الموجي كبراميتر في هذه الحالة. When delta is a smaller fraction إذا كانت صغيرة جزء صغير of wavelength this amplitude will be nearly 2a، فإذا كانت مساوية تقريبا أوكي إذا كانت هذه الدلتا تقريبا مساوية أو للطول الموجي فراح تكون السعة هي 2a، while if delta is in the neighborhood of نصف لامدا بينما إذا كانت الدلتا هي قريبة إلى نصف لامدا it will be practically zero راح تصير مساوية إلى الصفر. These cases are illustrated in figure 3 where the waves are represented by equation 12 light curve and 15 heavy curve are plotted at the same time اللي شرحناه قبل شوية، تأثير حالة فرق الطور بين الموجتين على شدة التداخل بينهما.